احنا اليوم بورشة بعنوان مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي بين تنظيم جمعية صوت حوا بالشراكة مع أرض السلام للتنمية وحقوق الإنسان. سعداء برشة بشراكة ما بين تونس والأردن، ستأتي بنوع جديد من الخطاب اللي احنا حكينا برشة في تونس على العنف المسلط على النساء المبني على النوع الاجتماعي. اليوم احنا في تحدي في ندوة أو في ورشة للخروج بحلول وحلول فعلية نجم نطبقوها على أرض الواقع. احنا اليوم اخترنا أن يكون الشباب حاضر معنا، طلبة الحقوق اليوم معنا الناشطين بالمجتمع المدني، نحبوا رؤية الشباب هنا في تونس شنو ينجموا نحكوا على العنف المبني على النوع الاجتماعي، شنو نجموا نقدموا لتونس. أولا اختيارنا لتونس كان اختيار مبني على معايير، ولها أولى هذه المعايير أنها الدولة الأكثر تقدما في صياغة التشريعات لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي وخصوصا العنف ضد المرأة. واخترنا صفاقس لأنها ليست العاصمة وإنما ربما المحافظات الأبعد عن العاصمة هي الأكثر احتياجا لمثل هذه الندوات. التحديات من أهمها التحدي صناعة الصورة النمطية، التحدي الإعلامي، ربما لا زال الإعلام يكرس لمصطلح العنف وربما الإرهاب وربما التطرف في فقط يعني يكرس لتداول هذا المصطلح. نهدف إلى أن يكون المصطلح هو بديل، نقول السلم، نقول مثلا السلام، نحاول أن ننشر المصطلح المضاد ليكون أكثر انتشارا. التغيير لا يحتاج إلى فترة زمنية طويلة لكن يحتاج إلى ناشطين ربما أكثر تفاؤلا في ظل الأزمات التي تعيشها الدول العربية.